نيابة العامة المصرية عملت سلسلة وثائقية لمراحل التغيير اللي مرت بيها في كل جوانب ومراحل عملها، ومن ضمن هذه الوثائقيات فيديو بعنوان مسيرة ارتقاء النيابة العامة، بيئة العمل وتطوير المنشآت. كان هناك تعاون ما بين النيابة العامة ووزارة العدل طبعاً، لأن وزارة العدل هي المسؤولة عن مقرات المحاكم اللي فيها النيابات. الحقيقة عمرنا ما طلبنا مقر علشان نعمل مكتب خدمات للنيابة العامة أو نعمل تعديل في النيابات أو رفع كفاءة مقرات، إلا ومعالي وزير العدل كان دايماً يساندنا بإعطاء تعليماته إلى المحاكم وإلى مساعد الوزير لمساعدة النيابة العامة حتى تستطيع أن تحقق أهدافها، وده كان برضو صورة من صور مساندة الدولة للنيابة العامة. في غضون شهر أكتوبر 2019 وبناء على تكليف معالي النائب العام، وضعت إدارة النيابات خطة لرفع كفاءة جميع مكاتب أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تنفيذ الخطة في نهاية شهر ديسمبر من ذات العام. وفي خلال تلك الفترة تم رفع كفاءة مكاتب أعضاء النيابة العامة بالكامل، وفي العام التالي كانت الخطة هي تطوير ما تم عمله فيه المشروع السابق. ومفهوم التطوير هنا كان يعني تجميل شكل جميع المكاتب والاستراحات على مستوى الجمهورية، وبدأت هنا فكرة توحيد الشكل تتنفذ بالفعل. مع بدء تنفيذ خطة المرحلة الأولى الاستراتيجية، وضع مشروع آخر وهو مشروع الاستدامة، بهدف توفير البيئة المناسبة للعمل على المنظومة الرقمية سواء لأعضاء النيابة أو الموظفين على مستوى الجمهورية. مشروع الاستدامة وتنفيذه كان على أساس علمي، فتم تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير النيابات وعضوية وكيل إدارة النيابات وعضويتي والسيد رئيس النيابة المشرف على الإدارة الهندسية. وكان اختصاص هذه الغرفة اعتماد الرسومات للمكاتب عن طريق تكليف شركات متخصصة لرفع المقاسات وتحديد حجم المكاتب، وبذلك تمكننا من توحيد شكل المكاتب وحظر تغيير وتوفير مكاتب أكثر للأعضاء والموظفين. وتوحيد الشكل كان يتضمن اللوجستيات الداخلية للمكاتب على مستوى الجمهورية، وكذلك توزيع نقاط الربط بشكل يتناسب مع بيئة العمل داخل المكاتب والنيابات. الإدارة الهندسية هي المختصة بتحديد مواصفات الأعمال المدنية وما يتم توريده لكافة مقرات النيابة مع مراعاة مبدأ الاستدامة، وهي المسؤولة عن تنفيذ الرسومات المعتمدة من غرفة العمليات. وعلشان كده الإدارة الهندسية حددت مواصفات الأعمال المدنية من خلال عمل معرض بمبنى مكتب النائب العام، تضمن عرض نماذج لكافة التفاصيل لتوحيد العمل وتعميمه على مستوى الجمهورية سواء للأعضاء أو الموظفين. وبالفعل تم تنفيذ التصميمات وأصبحت مكاتب الأعضاء والموظفين نموذج موحد. كانت من أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها للحفاظ على هذا المجهود هو حظر تعديل أي بنود في التصميم أو نقل أي منقولات إلى داخل المكاتب أو خارجها، أو إجراء أي أعمال صيانة إلا بموافقة إدارة النيابات وتحت إشرافها.
وفي سبيل تنفيذ ذلك تم تكويت كافة محتويات المكاتب وتصبح عهد محدد مكانها ومحدد شخص المسؤول عنها. وبالتالي نجح مشروع الاستدامة اللي بدأ في أكتوبر الماضي في توفير بيئة العمل المناسبة للأعضاء والموظفين في كافة مقرات النيابة العامة وعددها 607 مقر، وتطوير منشأتها ومبيعها من منقولات، كل ده لضمان سلامة مستلزمات تشغيل المنظومة الرقمية واستدامتها وتوفير الجو المناسب سواء لعضو النيابة أو الموظف للعمل على المنظومة الرقمية. والحقيقة أن صندوق أمنية الدور المحاكم بوزارة العدل تعاون مع النيابة العامة بشكل كبير خلال مراحل تنفيذ المشروع. وبالإضافة لهذه الأعمال وفي سبيل الحفاظ على عدم التكدس بمكاتب الأعضاء أو الموظفين، تم إجراء أعمال تعلية وتوسعة في بعض المقرات من خلال إنشاء مباني خرسانية وخفيفة جديدة. وكان من أهم الأمور لضمان الاستدامة هو تأمين المقرات بمنظومة كاميرات متكاملة، بحيث تم وضع 14,895 كاميرا بكافة المقرات، إلى جانب أنه تم تزويد المقرات بأجهزة بصمة الوجه الإلكترونية لإثبات حضور وانصراف الموظفين لإدارة هذه العملية رقميا، قد تم تفعيلها في 15 يوليو الماضي.